خلى اليوم الرعاية الصحية المنزلية يعني تشكل جزء مهم، يعني ممكن ما نقول احنا اهم من الرعاية التقليدية، بس لبعض الفئات هذه مثلا مريض مثلا ما تعودنا انه يجيني فريق طبي في البيت، يجون لا سمح الله في حال طوارئ يجيك الاسعاف ياخذ وكذا، اما يزورني ويعالجني وكذا ما يعني ما هي متعارف عليها في السابق. صحيح. لكن ايش اللي خلاها اليوم تشكل وجود عامل مهم، وجودكم انتم كقسم، وايش اللي خلى ايش التغيرات اللي صارت اليوم؟ احنا نتكلم يا طويل العمر على المنزلية، انت متكلم عن اهميه، احنا رعايه تقدم رعايه بشكل كامل ومتكامل ومستفيد، سواء كانت في المستشفى او في المنزل. انتم متكلم المنزل تقدم عده نواحي، تكلم من نواحي نفسيه، تكلم من نواحي اجتماعيه، تكلم من نواحي اقتصاديه. فواحدة من الدراسات أشارت أننا تخفيض في التكاليف في المستشفيات المرجعية والعامة إلى أكثر من 69%، والمستشفيات طويلة الإقامة 59%. فأنت تتكلم عن نواحي متعددة، زين، وتتكلم عن نواحي للمستفيد نفسه. المستفيد الآن نفسه لما يكون في المنزل وتكون بيئة آمنة ومستقرة، تكمل العلاجات اللي موجودة فيه، في زيادة في الرعاية موجود. يعني تخيل فريق متكامل ومدرب ومؤهل على المستويات. الآن حتى في مؤتمرات علمية ودراسات كذلك، وفي برامج علمية زي الدبلومة للتمريض والدوم الأطباء، كله عشان رعاية المستفيد. هذا المستفيد يكون مهيئ سواء من ناحية الأجهزة الطبية، من ناحية المستلزمات الصحية، من ناحية لوازم التغذية، من ناحية الدعم النفسي والاجتماعي الموجود، من ناحية تغيير الجروح الموجودة عندهم. فأنت تتكلم يطول عمر عن خدمات شاملة وكاملة لأجل خدمة هذا المستفيد عنده. فأنت الهدف منها أنه يكون في بيئة عنده مناسبة، تكون عنده أحبابه. أنت الآن لما تكون عندك أو شخص موجود يكون عنده شخص عزيز عليه، سواء أب أخ أو ابن أو جد أو جدة، ترى يستمتع حتى بالجلسة معه، يستمتع بالسؤال معه، يستمتع اللي بيقدم الخدمة له. فهذه كلها احنا قاعد هذا الرعاية المنزلية تكون متوفرة عندهم، بالإضافة أنه يكون فيه اللي هو طول عمره مرافق. طبعا الحديث يذكر ولا الأمثلة واجد. في عندنا كانت عندنا مريضة ولا زالت موجودة في الخدمة، عندها 4 بنات وابن، فبيت الابن هو المناسب للخدمة، فتكون في بيت الابن. الأربع بنات ما شاء الله عليهم يتناوبون على خدمتها، ما شاء الله. فأنت قاعد تشوف ما شاء الله المجتمع متقبل للشيء هذا. صحيح كانت أول تقول أنه كيف شخص أو فريق طبي يدخل عندي للمنزل، شايف كيف الرعاية، كيف يتعامل مع المستفيد أو المريض في حالات الطارئة، كيف يتعامل مع الأجهزة الموجودة الطبية. فكل هذه مع الوقت بدأ فيه تثقيف المجتمع، بدأ قاعد يشوفون آثاره موجودة عندنا. أنت لما تتكلم يطول عمر تتكلم عن جودة حياة للمستفيد، رفاهية للمستفيد، كذلك الخدمات، النقل، الإسعاف الموجود، سواء الحالات الاعتيادية لما يكون نقله من المنزل يطول عمر إلى المستشفى لأجل أي إجراء جراحي أو موعد. وهذه اسمع الدكتور، هذه بنجيها الآن، لكن قبل ما ننتقل للخدمات يقدمونها، أنا حاب أعرف الآن، أنت ذكرت يعني كلامك السابق أنه جدة، جد، يعني مريض كبير السن. المتعارف عليه أن الرعاية الصحية المنزلية تقدم فقط إلى كبار السن، هذه المفهوم هل هو صحيح؟ شوف، كبار السن فئة غالية على قلوبنا، خدموا هذا الوطن، بنوا أسر موجودة أفنوا أعمارهم في خدمتهم، فهذه من الفئات الغالية على قلبي أنا بالأخص. لكن هو مو بس الفئات كبار السن، زي ما شرحت لك قبل شوي، فئات قد تكون يطول عمر أمراض.